ابن عمر يوما كان جالسا فإذا بمعاوية على المنبر يقول: من أحق بهذا الأمر منا؟ يقول ابن عمر: فزورت في نفسي أن أقول الذي قاتلك وأباك على الكفر، لأنه سابق للإسلام، الله مرضى عن الصحابة أجمعين. قال: فتذكرت قوله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قال: فلم أحل حبوتي. هذه التعامل، كيف تتعامل مع ربنا عز وجل؟ خلك من تعاملك مع الناس.